مرحبا بكم من جديد، والبداية من كركوك. فبعد أكثر من 8 أشهر على أزمة إدارة المحافظة، انتخب إبراهيم الحافظ عن المكون العربي رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكردستاني محافظ. جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء السبت في فندق رشيد بالعاصمة بغداد بغياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والأعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع 3 من أعضاء الكتلة العربية. هذا وتم التصويت على ريبوار طه محافظا لكركوك ب6 أصوات، وهي الأصوات نفسها التي حصل عليها إبراهيم محمد حافظ لمنصب رئيس المجلس، ليصبح هذا المجلس الثاني من نوعه بعد العام 2005.